ستشهد سماء الجزائر ودول العربية ليلة اليوم خسوفا جزئيا للقمر، وتكون نسبة الخسوف حوالي 25% بحسب علماء الفلك، فإنه بإمكان الجزائريين مشاهدة المراحل المتأخرة من هذا الخسوف. للتفاصيل عن هذا الحدث الفلكي ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال ميموني، رئيس جمعية الشعرى لعلم الفلك. أهلا بك أستاذ، مرحبا. أهلا بك أخي عمر. طيب أستاذ جمال ميموني، تفاصيل هذا الخسوف، متى يبدأ متى ينتهي وكيف يمكن رؤيته بالعين المجردة؟ تفضل. شكرا. حقا يعني الظاهرة بدأت لكن لم تعنينا حتى الآن، لأنما القمر إلى وقت هذا تحت الأفق. بدأت الظاهرة في المنطقة الآسيوية وفي الشرق الأوسط كما تفضلت، ولكن نحن سنبدأ رؤية الظاهرة مباشرة بعد غروب الشمس عندما سيرتفع القمر في الأفق المقابل، الأفق الشرقي، فسيشرق القمر منخسفا فعلا على الساعة تقريبا ساعة 7:30 تقريبا توقيت الجزائر، من على حسب المدن، لكن أساسا 7:30 سترى إذا كانت عندك الأفق صافي القمر يرتفع وهو في بدرين، إلا أن الجزء السفلي لحافة القمر فداخل في الظل تاع الأرض، وبالتالي سنراه مظلم. فأساسا قمر في بدرين مع الجزء التحتاني مظلم، يرتفع القمر شيئا فشيئا، سيرى بطريقة أحسن، إلا أن كما تفضلت نحن سنشاهد فقط المراحل المتأخرة، ففات عنا الأوج تاع الظاهرة التي هي حوالي الساعة 27. فكلما يعني تقدم في الوقت كلما ارتفع القمر وكلما نقص هذا التظليل والتظليم الجزء السفلي، وتنتهي الظاهرة أساسا الساعة 8:18 الجزء الخسوف الجزئي يتواصل بشكل باهت وضعيف جدا، ما يسمى الخسوف الظليلي بنومبرال بنومبر، إلى غاية الساعة 8:50. طيب أستاذ جمال ميموني، في جانب آخر، سؤال آخر، الحديث عن الكسوف الكلي الذي سيكون خلال هذا الشهر، المناطق التي ستشهد هذا الخسوف، هذه الظاهرة الفلكية، وكيف سيتم رصد ذلك؟ طيب فعلا نفسي دخلنا في مثل فصل الكسوفات، لا سيزون دي زيكليبس، فهذا الخسوف تاع الليله هذه سيباشر بالكسوف الشمسي الكلي الذي سيظهر تماما بعد نصف شهر، اي يوم 21 تاع اوت، والذي سيرى فقط من القاره، من اساسا من امريكا الشماليه، من الولايات المتحده الامريكيه، يوم 21 كما قلت، كسوف كلي للشمس، ظاهرة ذات طبعا يعني ذات أهمية أكبر بكثير، لأنه ليس كما الخسوف، هذا نمر من النهار إلى الليل فجأة. بعض من وسائل الإعلام تحدثت على أنه أطول كسوف كلي سيكون هذا العام. لا 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 أبدا، الكسوف الكلي ماشي على هذا العام طبعا، لما العام، لكن هي بالنسبة للكسوفات الأخرى متواضعة، سيكون المدة الكلية 2:20 أساسا في الأوج في المنطقة الوسطى لأمريكا. ولا فكرة، هناك وفد من جزائريين تحت إشراف جمعية الشعرى لعلم الفلك، 11 من الشباب ومنهم الفائزين في مسابقة ستة علوم سيكونوا في موقع الحدث في ذلك اليوم، وبالضبط في المكان وين يكون الكسوف أطول، في كابون نايل في جنوب إلينويز. شكرا، يعني بعد 15 يوم من اليوم. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ جمال ميموني، رئيس جمعية الشعرى لعلم الفلك، وسنعود بدون شك معكم لهذا الحدث في حينه. شكرا جزيلا لك.